بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله أوقاتكم أعزائي الطلاب في بداية حصتنا اليوم يا رابع خلونا نحل الواجب اللي كان معكم الحصة الماضية آه الواجب كان تمارين ومسائل صفحة سبعة وخمسين الدرس كان عندنا الحصة الماضية عن تقريب الكسو أو الأعداد العشرية تقريب الأعداد العشرية الواجب سؤال أول أقرب كل بما يأتي إلى أقرب عدد كلي إذا الواجب كان معنا أول سؤال لازم نقرب إلى أقرب عدد كلي أثناء الحل خلونا نراجع خطوات التقريب أول فرع أول سؤال ستة صحيح وثلاث وثمانون من مئة نقرب إلى أقرب عدد كلي أول خطوة لازم نحدد المنزلة المراد التقريب إليها فمنزلة أقرب عدد كلي هون في هذا العدد الكسري تقع قبل الفاصل عشرية اللي هي الستة فإحنا هيك حددنا المنزلة المراد التقريب إليها اللي هي الستة ثاني خطوة أنظر إلى المنزلة التي تقع على يمين هذه المنزلة مباشرة يعني الرقم اللي بيقع على يمين الستة مباشرة اللي هو عندنا الثمانية الثمانية هل هي أكبر من خمسة ولا أقل من خمسة؟ الله الثمانية أكبر من الخمسة هاي ثمانية أكبر من الخمسة إذا إذا كان الرقم الذي يقع على يمين المنزل المراد التقريب إليها أكبر من خمسة أو يساوي خمسة بيحكي لنا نضيف واحد إلى العدد أو المنزل المراد التقريب إليها فإذا الناتج التقريب راح أعمل أول إشي هون تقريبا يساوي بهذه الإشارة هذه المنزلة لازم أضيف لها واحد راح تصير سبعة أما باقي المنازل اللي هي الثمانية والثلاث راح راح يصيروا إيش أصفار أو إيش بنحط الفاصلة عشرية الثمانية راح تصير صفر والثلاثة أيضا راح تصير صفر إذا ثالث خطوة منضيف خط من واحد إلى المنزل المراد تقريب إليها إذا كان هون خم أكبر من خمسة جميع المنازل التي تقع على يمين المنزل المراد التقريب إليها بتحول إلى أصفر هاي صارت صفر صفر هيك يساوي سبعة صحيح السؤال اللي بعده رقم اثنين أربعة صحيح واثنين وسبعين جزء من مئة المنزلة الجزء الصحيح أو العدد الصحيح هي الأربعة تمام؟ أول خطوة بنحدد المنزل وهي حددناها بعدين أنظر إلى المنزلة التي تقع على يمينها مباشرة اللي هي السبعة والسبعة يا رابع إيش أكبر من خمسة إذا منضيف واحد الأربعة ولا لا طبعا السبعة كريمة وبضيف لها واحد راح تصير الأربعة هون إيش راح يصير خمسة إذا تقريبا يساوي الأربعة راح تصير خمسة ننزل الفاصل العشرية باقي المنازل على يمين الأربعة راح نحولها إلى أصفر صفر صفر إذا الناتج التقريب خمسة صحيح السؤال الثالث المنزل المراد التقريب إليها منزلة الجزء الصحيح وهي هون إيش الستة طبعا ثاني خطوة هي أنظر إلى المنزلة التي تقع على يمينها مباشرة الثلاث الثلاثة أقل من الثلاثة أقل من خمسة إذا ما بنضيف واحد صحيح إلى الستة إذا الستة راح تضلها زي ما هي هاي الستة هيك راح تضلها ستة ما بنضيف لها واحد وأيضا المنازل على يمين الستة راح تصير إيش أصفر هاي الثلاثة صفر والتسعة أيضا صفر هيك بكون ناتج التقريب يساوي ستة صحيح نكتفي بهذا الجزء من السؤال الأول رقم واحد واثنين وثلاث والباقي رح يكون بنفس الطريقة السؤال اللي بعده أقرب كل مما يأتي إلى أقرب جزء من عشرة فإذاً أول سؤال ثمانية صحيح واثنين جزء من مئة أولاً لازم أحدد المنزل المراد التقريب إليها وهي في هذا السؤال جزء من عشرة اين هي منزله جزء من عشره يا رابع حكينا جزء من عشره اول منزله بعد الفاصل العشريه اللي هي هون الصفر ثاني خطوه بيحكي لنا انظر الى المنزله التي تقع على يمينها مباشره هاي هالاثنين الاثنين اقل من الخمسه اذا الاثنين بخيله ما بتعطي الصفر واحد راح يضل صفر اذا هذه المنزله الصفر تقريبا راح نقربها الى صفر هاي الصفر راح ظلت صفر ما زدنا لها واحد المنازل على يمين الصفر اللي هي الاثنين هون راح تتحول الى أصفار هاي الاثنين صارت صفر الفاصل العشرية راح تنزل اما المنازل على يسار الفاصل العدد او المنزل المراد التقريب اليها يعني ثمانية راح تبقى كما هي ثمانية اذا على يمين المنزل المراد التقريب اليها راح يصيروا اصفار على يسار المنزل المراد التقريب إليها راح يبقوا كما هم اللي هي ثمانية ضلالات ثمانية نفس الإشي بنعمل بالسؤال رقم ثمانية ستة صحيح وسبعة وستين جزء من مية من بنحدد منزلة أجزاء من عشرة هي أول منزل بعد الفاصلة العشرية وهون أب ثاني خطوة لازم نطلع على المنزلة على يمينها مباشرة اللي هي سبعة السبعة أكبر من خمسة إذا شو بنعمل؟ بنضيف واحد إلى الستة، راح يصير تقريبا العدد، لاحظوا يا رابع دائما بنحط إشارة تقريبا لأنه هذا العدد لا يساوي هذا العدد بالمئة، يعني هذا العدد تقريبا يساوي هذا العدد، فرق بينهم إشي بسيط جدا، إذا هذا العدد تقريبا العدد العشري بنقربه إلى الستة راح نزيد لها واحد لأنه السبعة هون أكبر من خمسة، فراح تصير هاي الستة. سبعة حطيت سبعة باقي المنازل على يمين الستة رح نحولها إلى أصفر هاي السبعة هون رح تصير صفر الفاصلة العشرية بحطها قبلها المنازل على يسار المنزل المراد التقريب إليها يعني اللي هون قبل رح يبقوا كما هم هاي الستة ظلت زي ما هي ستة ستة تمام؟ هيك ناتج التقريب رح يصير ستة صحيح وسبعة من عشرة آخر سؤال راح أحله في هذا السؤال أو آخر فرع من هذا السؤال راح نحله خمسة صحيح وثلاث وثلاثين جزء من مئة فمنزلة أجزاء من عشرة هي تقع أول منزل بعد الفاصل العشرية المنزل اللي بعدها كم تساوي ثلاث الثلاثة أقل من خمسة إذا ما بتعطيها واحد راح تبقى كما هي الثلاث إذا تقريبا هذا العدد يساوي الثلاث راح تبقى ثلاث كما هي، أما باقي المنازل على يمينها راح أصيرو راح يصيروا أصفر الفاصلة العشرية هون تقع لازم تنتبهوا للترتيب أو وجود الفاصلة العشرية في موقعها الصحيح، الخمسة راح تبقى كما هي لأنه جميع المنازل على يسار المنزلة هاي المراد التقريب إليها راح يبقوا كما هم، وهيك بنكون حلينا هذا الفرع، ناتج التقريب خمسة صحيح وثلاثة من عشرة. راح اكتفي بهذه الثلاث أمثلة أو ثلاث أسئلة من هذا الواجب، بتمنى تكون نفس الإجابات اللي طلعت معكم، يعطيكم العافية. وهيك يا رابع بنكون خلصنا هذه الوحدة على خير إن شاء الله، بتمنى تكون وحدة سهلة وحلوة عليكم، وراح نبدأ الآن في حل اختبار الوحدة، بعض الأسئلة المختارة أنا راح أختار أسئلة من هذه الاختبار أو من هذه الأسئلة. راح نحلهم مع بعض ونعمل مراجعة بسيطة لمادة هذه الوحدة نبدأ في أول سؤال، هذا السؤال اختيار من متعدد يعني ضع دائرة، أول سؤال بيحكي أي مما يأتي يكافئ الكسر 2 على خمسة؟ يكافئ يعني يساوي تقريبا، تمام؟ في عنا هون إيش معطينا؟ كسر بسط ومقام، لكن بتلاحظوا في الخيارات كلها كسور عشرية، إذا المطلوب إني أحول هذا الكسر العادي إلى كسر عشري. وأشوف أي واحد من هذه الخيارات هو يساوي الناتج اللي طلع معي كيف بنحول هذا الكسر يا رابع إلى كسر عشري حكينا في الدرس إنه الكسر لازم يكون مقامه عشرة أو مية فاثنين على خمسة لازم أحول المقام إلى عشرة أو مية إيش بعمل؟ بضرب المقام في رقم هون بضرب باثنين ليش؟ لأنه اثنين ضرب خمسة يساوي عشرة، فإذا ضربت المقام لازم أضرب البسط. اتنين ضرب اتنين يساوي أربعة، خمسة ضرب اتنين يساوي عشرة، فهيك أول خطوة للتحويل عملناها إنه حولنا المقام إلى عشرة، هلأ صار عندنا ناتج أربعة على عشرة، هلأ بنحوله إلى كسر عشري، أربعة على عشرة راح تصير تساوي أربعة بالعشرة. فاصلة عشرية وبكتب البسط بعد الفاصلة تمام لازم أتأكد صفر في المقام منزل واحدة بعد الفاصلة العشرية إذا حلنا صحيح إذا الكسر العادي اثنين على خمسة بعد التحويل إلى كسر عشري فيساوي أربعة بالعشرة بروح على الخيارات وبدور على أربعة بالعشرة هي الفرع جيم إذا الجواب أربعة بالعشرة موجود السؤال اللي بعده رح نحله هو المقارنة بين الكسور العشرية بيحكي إن أي العبارات الآتية صحيحة أول عبارة ألف با جيم دال عنا أربع عبارات مقارنة بين عددين عشريين لحتى أحدد أي هي أي من العبارات ألف با جيم دال هي الصحيحة يجب أن أقارن أو أدرس المسألة في كل فرع على حدة ألف عنا شو الأعداد ثمانية صحيح وخمسة وثلاثين بالمئة وثمانية صحيح وخمسة من عشرة فحكينا أول خطوة في المقارن لازم إيش أعمل أضيف أصفار على يمين العدد العشري حتى تتساوى إيش العدد المنازل عنا هون منزلة ثنتين بعد الفاصلة لكن هون عنا منزلة واحدة فراح ايش اضيف صفر لحتى يصير عندنا منزلتين بعد الفاصلة العشرية وايضا هون منزلتين بعد الفاصلة العشرية ونبدأ في المقارنة أول إشي بنبدأ في العدد الصحيح هون عنا ثمانية وهون عنا ثمانية في حال التساوي ننتقل إلى المنزل اللي بعدها المنزل اللي بعدها هون عنا ثلاث وهون خمسة مين الأكبر؟ الخمسة إذا هذا العدد هو الأكبر بس هو شو حطنا إشارة؟ إنه هذا أصغر من هذا فهذه العبارة خاطئة تمام؟ نكمل بنفس الطريقة على الفرع باء أول إشي لازم أخلي عدد المنازل متساوي فراح أضيف هون صفر فراح يصير عندي سبعة صحيح وخمسة وعشرين بالمية وهون سبعة صحيح وخمسة من عشرة راح أبدأ المقارنة بالعدد الصحيح سبعة سبعة المنزل اللي بعدها لأنه في حال تساوت لازم ننتقل للمنزل اللي بعدها عندنا اثنين وخمسة إذا هذه خمسة أكبر من اثنين إذا هذا العدد هو أكبر من هذا العدد اذا الاشاره اللي حاطينها اياها صحيحه انه هذا العدد اكبر من هذا إن هذا الفرع صحيح هلا بقدر اوقف المقارنه يا رابع ليش؟ لانه المطلوب هون اي العبارات الاتيه صحيحه يعني وحده من هذول الاربعه هي بس الصح وبما انه طلعت معنا عباره صحيحه اللي هي با راح تكون هي الجواب فبكفي انه نتوقف على المقارنة يعني ما بصير نتحقق من جيم ودال بتقدروا تتحققونهم راح تلاقوهم خطأ وهي دال ايضا خطأ تمام بما انه طلعت معنا واحدة صح خلص هذه هي الاجابة الصحيحة رقم باء والان يا رابع خلونا ننتقل لسؤال خمسة في هذا السؤال بدي بس نطلع القيمة المنزلية لكل من هذه الارقام ونشوف هل هي نفس اللي اياها في السؤال المطلوب أي الكسور العشرية الآتية تكون فيها القيمة المنزلية للرقم ثمانية هي ثمان أعشار يعني ثمان أعشار يعني ثمانية بالعشرة ثمان أعشار أو ثمانية على عشرة نفس الإشي تمام لكن القيمة المنزلية بالأعداد العشرية بتكون بهذه الصورة العشرية فأول رقم عندنا ألف وين الرقم ثمانية هيو بحدده وبكتب القيمة المنزلية حكينا شو يعني كيف القيمة المنزلية بنزل الرقم اللي عليه تحته خط زي ما هو وباقي المنازل بحولها إلى أصفار إذا هاي ثمانية بالمئة إذا مش ثمانية بالعشرة هاي لا السؤال أو الفرع رقم ب وين هي رقم ثمانية هاي بمنزلة أجزاء من عشرة إذا بكتب القيمة المنزلية إليها على هذه الطريقة، الثمانية بتنزل كما هي، جميع المنازل على يمين ويسار هذه المنزلة بنحولها إلى أصفار، خمسة بتصير صفر، فاصلة عشرية، الخمسة أيضا هون بتصير صفر، والثلاثة أيضا صفر. فهيك صار عندنا القيمة المنزلية للرقم ثمانية في هذا العدد العشري تساوي ثمانية من عشرة وهي تساوي المعطونا إياها في السؤال أي هي المطلوبة لازم تكون ثمانية من عشرة نتأكد الفرع دال في كثنتين ثمانية فما بقدر إيش أحدد أي منهم اللي هي مطلوبة في السؤال جيم في عندنا وحدة والقيمة المنزلية إليها في الجزء الصحيح وتساوي ثمانيه صحيح مش ثمانيه بالعشره اذا الاجابه الصحيحه هي ب لانها تساوي القيمه المنزليه فيها ثمانيه من عشره والآن ننتقل للسؤال رقم ستة بيحكي لنا سؤال أي مما يأتي يكافئ خمسة وعشرين بالمية يعني بتلاحظوا في الخيارات كلها كسور عادية إذا شو المطلوب؟ إنه هذا الكسر العشري أحوله لكسر عادي وأشوف أي من هذه الخيارات يكافئ هذا الكسر العشري نراجع طريقة التحويل من الصورة العشرية إلى الكسر عادي حكينا خمسة وعشرين راح أحولها على صورة كسر عادي خمسة وعشرين على مية كانت خمسة وعشرين بالمية لأن يعني فاصلة عشرية صارت خمسة وعشرين على مية منزلتين بعد الفاصلة العشرية بنضع صفرين في المقام الخطوة اللي بعدها عملية الكتابة في أبسط صورة يعني لازم أكتب الكسر في أبسط صورة حكينا بختبر البسط والمقام على أي أعداد بقبل القسمة عليها تمام؟ لكن في هاي المرة أنا راح أختصر عملية التبسيط بدل ما أضني أقسم على خمسة على خمسة في البسط والمقام أنا بعرف إنه الخمسة وعشرين تمام في البسط المية في المقام تقبل القسمة على خمسة وعشرين لأن أنا بعرف أربعة ضرب خمسة وعشرين تساوي مية صح يا يا رابع؟ فإيش بعمل؟ بقسم بقسم البسط على خمسة وعشرين وبقسم المقام على خمسة وعشرين ليش؟ لأنه خمسة وعشرين تقسيم خمسة وعشرين نقدر يساوي واحد المية تقسيم خمسة وعشرين يساوي أربعة ليش؟ أربعة ضرب خمسة وعشرين كم يساوي يا رابع؟ بتمنى يكونوا حافظينها مرت علينا كثير أربعة ضرب خمسة وعشرين يساوي مية إذا يا رابع الكسر العشري خمسة وعشرين بالمية يكافئ الكسر العادي واحد على أربعة تقدروا يا رابع تقسموا الباسط والمقام على خمسة على خمسة راح تكون عملية طويلة راح تكون أول إشي على خمسة تقسيم خمسة تقسيم خمسة بعدين تقسيم خمسة تقسيم خمسة مرة ثانية لكن أنا اختصرتها في خطوة واحدة قسمت على خمسة وعشرين مرة واحدة فهيك طلع معنا الناتج واحد على أربعة مندور عليها بين الخيارات بنلاقيها يا فرع رقم ب فرع ب اذا واحد على أربعة هو الكسر المكافئ للكسر العشري خمسة وعشرين بالمية ننتقل الى السؤال اللي بعده بيحكي لنا اي مما يأتي يساوي خمسة واثنين من مئة فاول اشي يا رابع لازم نقرأ صحيح لحتى نترجم هذه الاحرف الى ارقام تمام احنا بنعرف نقرأ الارقام لازم نعمل بالعكس خمسة واثنين خمسة واثنين يعني من مئة هاي خمسة واثنان من مئة يعني خمسة صحيح واثنان من مئة هيك رح يكون العدد العشري ندور عليها بين الخيارات الموجودة عنا هون اثنين وخمسين صحيح تقرأ اثنان وخمسون فقط اثنان وخمسون كيف تنقرأ خمسة صحيح أو خمسة واثنان من ع... من عشرة سوريا رابع هون اثنان من مئة انتبهوا لازم ايش من مئة لازم تكون منزلتين بعد الفاصل العشرية اذا راح اضيف راح اضيف هون صفر وراح يصير عندي الكسر العشري خمسة صحيح واثنان من مئة هذا الكسر العشري كيف بيقرأ خمسة صحيح واثنان من عشرة، نيجي على هون الفرع رقم جيم، خمسة زائد اثنين من عشرة أول إشي بنجمعهم، ويساوي خمسة صحيح فاصلة عشرية اثنين جزء من عشرة، نجمعهم، هذا العدد صحيح من العدد الصحيح خمسة، والجزء العشري هون ما في جزء عشري بينزل كما هو، إذا خمسة صحيح واثنان من عشرة. هاي من عشرة نيجي للفرع الأخير نجمعهم العدد الصحيح مع العدد الصحيح الناتج جمع خمسة لأنه في عنا جمع الجزء العشري هون ما فيه فالجزء العشري كامل بينزل كما هو بعد الفاصل العشرية إذا هذا كيف بنقرأ يا رابع خمسة واثنان من مئة إذا خمسة واثنان من مئة نفس المعطينا إياها في السؤال خمسة واثنان من مئة اذا الجواب رح يكون دال رح نكتفي بهذا الجزء من هذه الاسئلة وان شاء الله رح نكملها في الحصة القادمة يعطيكم العافية يا رابع